الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطئ الثرى، إمام الأولياء وسيد ولد آدم يوم الدين محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدًا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا عن قومه ورسولًا عن أمته. ثم أما بعد، عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى جل في علاه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أقسم الله تبارك وتعالى وهو العظيم ولا يقسم إلا بعظيم قائلاً: والفجر، أقسم بالفجر لعظمته، لعظمة نزول الشمس وانشقاقه فيها، لعظمة ذلك الوقت الذي تتنزل فيه ملائكة يتعاطبون علينا في الفجر وفي العصر. أقسم الله تعالى بالفجر لأنه وقت قراءة لكتابه، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والفجر وليال عشر، قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: هي العشر من ذي الحجة، أقسم الله تبارك وتعالى بها تعظيماً لشأنها وبياناً للعباد لفضلها، وأنها عند الله تعالى عظيمة لدرجة أن الله تعالى أقسم بها. وها هي العشر عباد الله، وها هي العشر عباد الله من ذي الحجة، هذا أول أيامها، هذا أول أيامها، هذا موسم الخيرات العظيم، هذه الأيام المحبوبة عند الله تبارك وتعالى، محبوب العمل الصالح فيها، محبوب العامل للصالحات فيها. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أحب إلى الله من هذه، أي العشر، ما العمل في أيام أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ما العمل في أيام؟ لا يوجد أيام في العام، في العام كله، في السنة كلها، لا يوجد أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر من ذي الحجة، كما أنه لا يوجد ليالي أفضل من ليالي العشر الأواخر من رمضان. فأفضل الأيام من جهة النهار العشر من ذي الحجة، وأفضلها من جهة الليل العشر الأواخر من رمضان. إنما فضلت العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر، وإنما فضلت العشر الأوائل من ذي الحجة لثلاثة أسباب: أولها أنها أيام الحج، ثانيها أنها فيها يوم عرفة، وثالثها أن فيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم العيد. فهذا تفضيل على تفضيل على تفضيل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الزمان واختار من هذا الزمان العشر الأوائل من ذي الحجة فعظمها الله تعالى، وخلق المكان واختار مكة لتكون منسكا للحجاج ومقصدا للمعتمرين،
وملتقى للمسلمين من أنحاء العالم أجمعين، يلتقون في مشهد الحج الأكبر، يلتقون بعرفة ويبيتون بمزدلفة ويبيتون بمنى، يرمون الجمار سويا، يلبسون ثياب الأحرام متجردين من أفخر الثياب، تاركين أجمل العطور، جاءوا إلى مكة مجردين من كل شيء إلا من قطعتي قماش، إحداهما تستر أسفلهما أسفلهم والأخرى تستر أعلاهم. جاءوا إلى الله تبارك وتعالى من كل فج عميق، تاركين متاع الدنيا وزينة الحياة الدنيا بلا عطور يتعطرونها لا يتعطر المحرم، بلا ثياب يلبسونها، بلا غطاء يغطون به رؤوسهم. جاءوا إلى الله تبارك وتعالى متجردين من الدنيا كلها، مقبلين على الله تبارك وتعالى، رافعين اسمه لا اسم غيره، لاهجين بذكره لا بذكر غيره، قاصدين بيته لا بيت غيره، مقبلين على الله تبارك وتعالى بكلياتهم ولهذا كان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أجمعين للحج المبرور. ما العمل الصالح في أيام أحب إلى الله من هذه العشر؟ لا يوجد في سائر السنة أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، وهذا ترغيب للعباد أن يغتنموا هذه العشر التي يحبها الله، فإن الذي يحب الله يحب ما يحبه الله، والله عز وجل يحب هذه الأيام العشر من ذي الحجة، ويحب العمل الصالح في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، ويحب الذي يعمل العمل الصالح في هذه الأيام العشر من ذي الحجة. فاغتنموها عباد الله. ما العمل في أيام أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا ولا الجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله، لأن الصحابة يعلمون، سألوا هذا السؤال لأنهم يعلمون أن الجهاد من أفضل بل هو أفضل الأعمال البدنية، لأنه إعلاء لكلمة الله ونشر لدين الله وإزالة للكفر والشرك من أرض الله. استقر عندهم فضل الجهاد لكثرة ما ذكر الله الجهاد في كتابه، آيات الجهاد في القرآن كثيرة جدا، لكثرة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد في سبيل ربه تبارك وتعالى، فاستقر في نفوس الصحابة أن الجهاد أفضل العمل، فقالوا ولا الجهاد، ولا الجهاد لا يساوي ولا يفاضل العمل الصالح في هذه العشر من ذي الحجة، مع أن الجهاد في سبيل الله هو من العمل الصالح، وإنما سألوا هذا السؤال لأنهم يعلمون أن هذه الأيام لا جهاد فيها، لا قتال فيها. أيام العشر من ذي الحجة هي من الأشهر الحرم التي حرم الله تعالى فيها على العباد القتال. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، من الكبائر القتال في الأشهر الحرم. قتال من؟ قتال المظلومين؟ قتال من؟ قتال الذين خرجوا يطالبون بالقصاص من سفكوا الدماء؟ قتال الذين طالبوا برفع الظلم؟ قتال من؟ لا، قتال الكفار في الأشهر الحرم محرم، فكيف بمن قتل مسلما في هذه الأشهر الحرم؟ إذا كان قتال الكفار وهم كفار في الأشهر الحرم حرام وكبيرة من كبائر الآثام، فكيف بمن قاتل مسلما في هذه الأشهر الحرم؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير،
كبير. قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، انتهت الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذا انسلخ الأشهر الحرم، أما إذا لم تنسلخ الأشهر الحرم فقتال الكفار في الأشهر الحرم حرام، إلا إذا كان من باب رد العدوان، إلا إذا اعتدى الكفار على المسلمين في الأشهر الحرم فإنهم يقاتلون من باب رد العدوان والصولة على بلاد الإسلام. وأما ابتداء القتال في الأشهر الحرم فإنه كبيرة من كبائر الآثام. ولهذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم يعلمون أن العمل الصالح في هذه الأيام ليس من بينه القتال، لأن القتال في هذه الأشهر الحرم حرام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ لما قال لهم: ما العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، لا رجع بالمال ولا رجع بالنفس، مات في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وما عدا هذا فالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام العشر أو في غير الأشهر الحرم كلها، لأن القتال في الأشهر الحرم حرام وكبيرة من كبائر الآثام. فهذا فضل هذه الأيام، يكفينا إقسام الله بها، يكفينا تعظيم رسول الله لشأنها، يكفينا حب الله للعمل الصالح فيها. فالله الله عباد الله في اغتنام هذه الأيام، فإنها أيام قلائل، سرعان ما تنتهي، سرعان ما تنتهي، سرعان ما تذهب، بل العمر كله سرعان ما يذهب. ثم يقبل العبد على ربه فلا يجد عن يمينه ولا عن شماله إلا عمله الصالح الذي قدمه لربه تبارك وتعالى. ولنحذر في هذه الأيام العظام التي عظمها الله عز وجل، فلنحذر في هذه الأيام من المعاصي والمنكرات وكبائر الآثام. فإن هذه العشر من ذي الحجة خيار من خيار، فإن هذه الأيام العشر من ذي الحجة هي ضمن الأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأربعة الحرم عظموها لأن الله عظمها، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه أشهر الحرم الأربعة. والعشر من ذي الحجة أشد حرمة من غيرها لأنها أيام الحج الأكبر، أيام أعمال الحج، أيام المبيت، بأيام الوقوف بعرفة، فيها يوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم النحر، أيام أعظم من أيام الأشهر الحرم الأخرى. فالتعظيم فيها أبلغ وأعظم، التعظيم فيها للذنوب وللمعاصي أعظم وأكبر، التعظيم فيها للطاعات وللمعاصي أعظم. فالطاعات في هذه العشر عند الله محبوبة، والمعاصي في هذه العشر عند الله تبارك وتعالى أشد بغضا، لأنها أيام الله، أيام العبادة، أيام الطاعة، أيام التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذكر، بالقراءة لكتابه، بعمل الصالحات كلها بلا استثناء، هذه أيام الطاعات. فلا يليق بالعبد أن يبارز ربه في هذه الأيام بالذنوب والمعاصي، لا يليق في هذه الأيام التي يحب الله فيها منا أن نعمل الصالح أن نقابله بذنوب ومعاصي وكبائر آثام. ألا وإن من أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من أكبر الكبائر
قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما جاء في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. قتل النفس هذه من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. فكيف يلقى ربه الذي قتل طلاباً صغاراً وأطفالاً صغاراً في هذه الأيام، في هذه الأشهر الحرم التي حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال؟ كيف يلقى ربه وقد قتل قُصّر أطفالاً صغاراً فقط لأنهم خرجوا في الشارع يطالبونه بقصاص، أو يطالبونه برفع ظلم، أو يطالبونه بعيش كريم؟ أهكذا يقابل؟ أهكذا يقابل من جاء مطالباً بحق من حقوقه؟ أهكذا يقابل من جاء ليطالب برفع ظلم أمر الله تعالى برفعه؟ أن يقتل، أن تسفك دمه، وفي أي شهر؟ في شهر حرام، وفي أي أيام؟ في أيام حرم الله تعالى فيها قتل الكافر الذي يستحق القتال، يقتل فيها مسلما، يقتل فيها مسلما، يقتل فيها من لم يكلف بعد بالذنوب والمعاصي بالآثام. كيف يلقى ربه؟ كيف يلقى ربه؟ كيف يلقى ربه؟ ماذا يقول لله عز وجل إذا جاء هذا الطفل خصيما له يوم القيامة؟ بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب سفكها؟ سفك هذه الروح، قتل هذه النفس فقط لأنه طلب منه مطالبات، فقط لأنه طالبه بمطالب. ليته رد عليه بلسانه، إنما رد عليه، رد عليه بسلاحه، رد عليه بطلقته، رد عليه بأن قتله وأراق دمه، رد عليه بأن قطع عليه عمره، رد عليه بأن أحزن أسرته، رد عليه بقتل. والعياذ بالله، إنه استخفاف بالقتل، إنه استخفاف بسفك الدماء، وهذه جريمة أخرى، جريمة الاستخفاف بالدماء، جريمة غير جريمة قتل النفس نفسها. فهناك من يقتل وهناك من يستخف بالقتل، هناك من يقتل وهناك من يستخف ويتساهل في أمر القتل وفي أمر سفك الدم الحرام. ماذا يقول لربه تبارك وتعالى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إنها جريمة مكراء، يتحمل المجلس العسكري جرمها. وقد أعلن المجلس العسكري أن أفراداً من القوات النظامية التابعة له، التابعة للتشكيلات العسكرية، من قامت بقتل هؤلاء الأطفال. إن كان المجلس العسكري عاجزاً، إن كان المجلس العسكري عاجزاً عن إحكام قواته وعن ضبط جنوده، فليعتزل وليذهب وليترك هذه السلطة، فإنه ليس أهلاً لها، ولا يكون مشاركاً فيها، لا مرحلة انتقالية ولا غيرها. إذا كان عاجزاً عن حفظ دماء الصغار الأطفال، إذا كان عاجزاً عن حفظ دماء الصغار ليس من عدو خارجي، إنما إذا كان عاجزاً عن حفظ دماء الصغار من جنوده الذين يقتلون الناس في الشارع، فإنه عن حفظ أمن البلاد أعجز. الذي لا يؤتمن على أرواح الأطفال في دواخل وقلب البلدان لا يؤتمن على حدود البلد بكاملها، لأن هذه الحالة تكررت، ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة. تكررت حوادث القتل على مدى 4 أشهر، أعداد من القتلى من قبل فض الاعتصام، من أيام التظاهرات كان هناك قتلى، ثم في فض الاعتصام كان هناك قتلى، وبعد فض الاعتصام كان هناك قتلى، وفي هذا الأسبوع كان هناك قتلى. فإلى متى يستمر حمام الدم هذا؟ إذا كان المجلس العسكري عاجزاً عن نزع السلاح من جنوده، أو عاجزاً عن منع جنوده من إطلاق النار في أوجه العزل، إذا كان المجلس العسكري
عاجزا عن ضبط جنوده وتشكيلاته العسكرية كلها، فليرحل عنا غير مأسوف عليه، لا حاجة لنا به، لا حاجة لنا به. نحن نريد من يحفظ علينا ديننا، ويحفظ علينا دماءنا، ويحفظ علينا أخلاقنا، ويحفظ علينا أعراضنا. نريد الذي يحفظ لنا أننا بحق وحقيقة. نريد الذي يوجه بندقيته أمام العدو الصائل على بلاد المسلمين، ليس الذي يوجه بندقيته أمام وجه طلاب صغار يافعين أحداث في سنهم، ويل لهم يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، ويل لهم عند الله تبارك وتعالى. إذا كانت المسؤولية عليهم كبيرة، ليسوا أهلا لهذه الأمانة، عجزوا عنها، فليتنحوا رفقا بأنفسهم، فإنها مسؤولية عظيمة ومسؤولية كبيرة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنها أمارة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. إنهم عن كل دم، قطرة دم سفكت مسؤولون، وعن كل جندي من جنودهم مسؤولون. فإن هؤلاء الجنود يتلقون تعليماتهم ممن فوقهم، ويصدرون عن قياداتهم، والمجلس العسكري مسؤول عن جميع هذه التشكيلات العسكرية، والنار إنما أطلق من جنودهم من عساكرهم، فليقبضوا أمرهم، وليحزموا جنودهم، وليمنعوا إطلاق النار، بل ليخرجوا هذا السلاح الثقيل من وسط العواصم والمدن، فإن المدن ليست مكانا للأسلحة الثقيلة، المدن ليست مكانا للأسلحة الثقيلة. المدن لا تحتاج إلى رشاشات مدججة، ولا دوشكات ومضادات للصواريخ وللطائرات، المدن أمرها أيسر من ذلك بكثير. والناس الذين خرجوا أمامهم لم يخرجوا أمامهم بسلاح، ليس معهم طلقات نارية، ولا قنابل يدوية، ولا مدافع رشاشية، ولا مضادات للصواريخ، إنما معهم كلمة ينطقونها، إن كانت حقا فليقبلوها، إن كانت باطلا فليناقشوهم وليبينوا لهم. أما أن يقابلوا كلمة قيلت باللسان بطلقة تخترق الرأس والقلب والجنان، فإن هذه كبيرة عظيمة من كبائر الآثام، ومؤذن بتفلت خطير. وفتح باب الدماء إذا انفتح لا ينغلق أبدا، فإن باب الدماء عظيم عند الله تبارك وتعالى، عظيم في دين الله تبارك وتعالى، عظيم في نفوس الناس، عظيم في قلوب العباد، عظيم عند الأمهات الثكلى، عظيم عند الآباء الذين احترقت وجودهم لقتل أبنائهم سرعى تنزف دماؤهم في الشوارع والطرقات، من حامي الحمى، من الذي واجبه قوات حماية الشعب، اسمها القوات المسلحة لحماية الشعب، الذي واجبه أن يحمي الشعب من مهدداته الأمنية، من مهدداته الدينية، من مهدداته الأخلاقية. أهو الذي يكون مهددا أمنيا؟ أهو الذي يهدد الناس في شوارعهم؟ أهو الذي يقتلهم بسلاحه؟ أهو الذي يريق دماء الأطفال الصغار في الشوارع لأجل كلمة قالوها؟ سبحان ربي العظيم. إنها أيام قال الله فيها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. فليعلموا هذا المعنى، وليدركوا هذا الحكم الشرعي الكبير، فليعلموا هذا المعنى وليدركوا هذا الحكم الشرعي العظيم، فإن الأمر والله كبير، وإنه والله نذير خطير. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم من كل من قتل نفسا بريئة، وأن يرحم كل من قتل ظلما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور البر الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بهذه في هذه الأيام المباركات باغتنامها وعدم والبعد والحذر من المنكرات كلها صغيرها وكبيرها، الحذر من الموبقات، من كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. إنها أيام المباركات، لنحذر من تضييع الوقت فيها في وسائل التواصل الاجتماعي، نحذر من تضييع الوقت، هذا وقت اغتنام. هذه أيام، أيام ربما تدخلك الجنة، ربما تكون هي التي تثقل يوم القيامة ميزانك، ربما هي التي تكون سبباً لمغفرة آثامك. هذه الأيام المباركات، هذه الأيام المباركات اقدروا لها قدرها عباد الله، واغتنموا فضلها، واغتنموا حب الله تبارك وتعالى لها وحب العمل الصالح فيها، لا تضيعوها في قيل وقال. لنترك تحليلاتنا السياسية في هذه الأيام في مجالسنا، فلنشغل أوقاتنا في هذه الأيام بالعمل الصالح على اختلاف أنواعه. وإن من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل خص هذه الأيام بالذكر فقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق التي بعد يوم العيد. فهذه هي الأيام المعلومات، يذكر اسم الله في أيام المعلومات، هذه هي العشر من ذي الحجة. والمشروع في هذه الأيام رفع الصوت بذكر الله تبارك وتعالى في الشوارع، في الطرقات، في البيوت، في الأسواق، في المساجد، في كل مكان. كان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان في الأسواق في هذه العشر من ذي الحجة يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. كان هذا هو الهتاف، كان هذا موكب الصحابة في هذه الأيام. يخرج ابن عمر ويخرج أبو هريرة رضي الله عنهما يرفعان اسم الله، فهذه أيام لا يرفع فيها غير اسم الله تبارك وتعالى عاليا. اسم الله تبارك وتعالى الأكبر، اسم الله تبارك وتعالى الأعظم. كانا يخرجان في الأسواق يكبران بأعلى أصواتهما فيكبر الناس. قال ميمون بن مهران: كان الناس يكبرون في العشر من ذي الحجة فأشبه تكبيرهم بالأمواج، أشبه تكبيرهم بالأمواج من ارتفاعه وكثرته. كل أهل السوق يكبرون، يرفعون اسم من؟ ليس اسم نظام، ولا اسم رئيس، ولا اسم طائفة، ولا اسم فكرة، يرفعون اسم الملك القهار، الواحد العزيز الكبير المتعال، يرفعون اسم الله تعالى عاليا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه أيام رفع صوت بالذكر عباد الله، في سيارتك، في مواصلاتك، في دراستك، في سوقك، في بيتك، أينما كنت ارفع اسم الله تبارك وتعالى عاليا. ومن أفضل الذكر في هذه الأيام التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذا أردت رفع الظلم فكبر الله، إذا أردت نزول الرحمة فكبر الله، إذا أردت نصرة الله فكبر الله. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لفتحها قال: الله أكبر، خربت خيبر، فدخلها من غير قتال، وفتح خيبر بلا قتال، فقط الله أكبر، فقط الله أكبر. فإنها كلمة النصر ومفتاح النصر، كلمة الفتح ومفتاح الفتح. بل وفي آخر الزمان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: تغزون، هل سمعتم عن مدينة جاء
جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإن المسلمين يغزونها فإذا أتوها قالوا لا إله إلا الله الله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقولون لا إله إلا الله الله أكبر فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون لا إله إلا الله الله أكبر فيفرج لهم فيفتحونها بلا قتال، بلا قتال يفتحونها بالتكبير فقط، فإنها كلمة النصر العظيم، كلمة التأييد الرباني، الله أكبر من كل ظالم، الله أكبر من كل طاغية، الله أكبر من كل جبار، الله أكبر من كل طاغوت، الله أكبر من كل من عادى دينه، الله أكبر من كل من عادى شريعته، الله أكبر من كل من عادى عباده وأولياءه. فكبروا الله عباد الله في هذه الأيام، فإنها أيام التكبير، فإنها أيام التكبير، وهي من العمل الصالح الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل الصالح في ألف، ما العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر، ما العمل الصالح في أيام أحب إلى الله من هذه العشر؟ أفضل العمل الصالح في هذه الأيام التكبير، ثم بعد ذلك المحافظة على فرائض الصلوات كلها، فإن أحب ما تقرب إليه العبد إلى الله عز وجل، أحب ما تقرب به العبد إلى الله الفرائض. في الصحيح قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب القربات إلى الله، أحبها إلى الله الفرائض. الفرائض أحب إلى الله في النوافل، فقبل أن نحسن النوافل ونجتهد في النوافل فلنحقق أولاً الإحسان في الفرائض، وأعظمها هذه الصلاة، ثم صيام هذه الأيام المباركات ما تيسر منها، وأفضل الصيام فيها صيام يوم عرفة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ثم ختاماً عباد الله، من أراد أن يضحي في هذه السنة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يذبح أضحيته، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وإياكم في هذه الأيام على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم وفقنا لاجتناب المنكرات، اللهم وفقنا لترك الآثام والضلالات، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وارفع واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفقنا لرفع اسمك عاليا، اللهم وفقنا لرفع اسمك عاليا، اللهم وفقنا لتعظيم شعائرك وتعظيم محارمك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي تحبه والذي يقربنا لحبك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعصم دماءنا، اللهم اعصم دماءنا، اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا دماءنا، واحفظ علينا شبابنا، واحفظ علينا نساءنا، واحفظ علينا إيماننا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظنا جميعا بحفظك التام، واكلأنا بعينك التي لا تنام. اللهم كل من أرادنا ودماءنا وديننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره في تدميره. اللهم من أراد سفك دمنا فاقتله بسلاحه، اللهم من أراد سفك دمنا
فاقتله بسلاحه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة المسلمين في السودان على البر والتقوى وعلى ما تحب وترضى. اللهم وحد صفنا على شرعك القويم وعلى كتابك الكريم وعلى صراطك المستقيم. اللهم يا ربنا ولي علينا قائدا ربانيا يقودنا بكتابك الكريم وبشرعك القويم، يحكم بكتاب الله تعالى ويحرسه، لا ينقاد لمشرق ولا لمغرب. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا نطرق بخير يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تحمي حوزة الدين وأن تنصر عبادك الموحدين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أفرع عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجهم في الشام، اللهم أنجهم في كل مكان. اللهم اجعل لهم جميعا من كل هم فرجا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.